شركنا كفر ما حروته وزارة وحبارشة يساينس كستلمر كاسين وصير رسمي وفري وزيرك وزارة وحبارشة يساينس كبروفيسير ياسين حاتم محمود حير فرطان أي واحد ونغنى يا مشروع أكيسي أهري شمالا لقى بلاوة استمر كاسينا وحبارشة دق دقا كالمية قيبة ذيك الدول مشروع عن الله وما قدر أي education cannot wait استمر كاسينا لو سو قابي ACW واحد ونغنى يا مشروع واحد من كغبتا باهية نمها بلشدة دق دقا سيدا عبارة روباب كي مسيبون كلي دبيعي مدح وحبرشة الدق دق وزارة وحبرشة يسانسها حسين أي سو وحو فافهين يا سنا مشروع عن يسيابا هو وشقين تونا وصندوق كالمية وحبرشة إن حالها دق دق وحل سويدي وحبرشة تدك هدي تدك إن توجي إن ريفيوتشي يو بركة عياشي يتدك أحق حنتجو هدي آن وحبرشة دي لدري يلون ويدك يسكوا وين هذانون تحسها بدبعتها مركب وحل أدو كيف فكري إن لا سمايو صندوق لقول عاونيو وحبرشة ذا أرمها حلالها دق دقة. سيدا درت صندوق أو حل سمايي لابد يكون يلحي طبعا كشركي وول هيومانيتيريان سميت إن أنكرا كذا عيب على سمايي هل كان حيوي مدين سيني بيمشن كيدو إن سي أي سومالي لان بيوقع قيب قشو إن مشروع أديكيشن كانو تويت بالرداء سي سومالي لان أي لعقو سي سمي أدامي سومالي لان صدح دي سنية إلى أفرتي سنية وجودن بيسي أي لت عالي سي أبارو وزيرك وزارة وحبرشة يسانس كبروفيسور ياسين حاتم محمود حير فرطون أو شركة سيسة رسمية وسوق جنان ذي أيها كورة مشروع عن يفيدك وسومالي لانو يلان دونا يدورك هو قادم دونا هرمونة وحبرشة سومالي لان جود هامبا شركة وحوي الشرقات يا آد مهمة شركة وحول حريرة بتبادين تا وحبرشة ذلك رهان أبطك يو ذلك كله أن وهايسن فرصدو سهلن إنه وحبرتان قارحان كوا ميجا كوا أي أباروه ساميين كوا أي ديبية دا كترة كوا ولي حواليه وحوغسي نولي هنا دبس عضا إيا إنا اللالي إنتا آن أود وهلين إنه وحبرشد دا سيواتان ومشروع مهمة Education cannot wait أيا في إنجليسي كاللوي لها ملاها دو تاي ee waxbarashadu inama sugus waan la daba galo oo la raadiyo oo dadka la daba socdo oo dadka waxbarashada la gaarsiiyo waxay naga gacan qabanaysaa insha Allah marka ay mashruucu soo dhamaado inaannu u fidino meelaha waxbarashada haddeerto ciriiriga ku tahay iyo tuulooyinka qudhadkooda tuulooyinka ku soo qaxay soo agdegay magaalooyinka waaweyn agahooda iyo banaaladooda soo degay dadka wali aanay u dhisnayn qalabkii macallimiinta aan haysan wali aanay isugu dibadhacsanayn waxbarashadu buu mashruucanu loo qaabiyay oo loo sameeyay in la gaarsiiyo insha Allahuna waxaanu filaynaa inuu muddo dhow wali tababulshihiisa baa lagu jiraa inuu soo dhamaado waa Jaafar Axmed Bade Marwaan Shuluub Mowlid Kibaar Telefishanka Qaranka Soomaaliland Hargeysa